طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Sibusisiwisi sesakuthwalayo namabela kuncebisana. Bayathokoza abalizwayo izwi likaNkulunkulu balenze. Sifundisa ukukhuleka njengoba uJohane wabafundisa abafundi ba. Oh mani khuleka nibukuthi. Baba wethu osezulwini. Malincelise igama lakho. Mawufike umbuso wakho. Mayenze into yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphi isinkwa sethu emihla ngemihla. Xolele izono zethu. Ngoba nasibaxolela bonke abanamacala kithi. Ungasingenise kulingweni. Kodwa usikhulule kubu. Emandulo abaprofeti babhala embhalweni ukuthi uNkulunkulu wayezothumela uMesiya ukuzosindisa izoni zibuyisane noNkulunkulu. Impilo kaJesu yakhombisa ukuthi impela ungulomsindisi. Umprofeti Isaya abhala wathi intombi into izokhulelwa izalindodana. Kwenzeka. uNkulunkulu ngamandla akhe wenza ukuthi uMaria eseyintombi into akhulelwe azale uJesu. Njengalokhu kulotshiwe embhalweni, isimangaliso sokuzalwa kwakhe kwakuluphawu lukaNkulunkulu ukuthi lo mntwana wayengumesiya lowo uNkulunkulu ambiza ngokuthi indodana yami. Uma abantu bebona uJesu babona ubunjalo namandla kaNkulunkulu, wayephilisa abagulayo, wathethelela izono zabo, wabuye wathembisa nendawo embusweni wakhe ongunaphakade. uJesu wanikela ngempilo yakhe yaba ngumhlatshelo. Wathwala isijeziso sabo bonke abantu. Wabuye wavuka futhi waphila ekhombisa ukuthi amandla akhe makhulu kunawokufa. uJesu uMesiya wathi, nginamandla okudela ukuphila kwami, ngibuye ngikuthathe futhi. Impilo kaJesu igcwalisekisa imibhalo yabaprofethi, iqinisekisa ukuthi izwi likaNkulunkulu ligcwele, liphelele, limi kuze kube phakade. uJesu uyizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uzambula ngoJesu kubantu bakulelizwe. uJesu uze ukuba asinike ukuphila kuchichini, sibe njengoba sasinjalo ngesikhathi uNkulunkulu edala abantu bokuqala.
kodwa bona bamethembanga uNkulunkulu bedelele imiyalo yakhe. Embhalweni kulotshiwe ukuthi bonke abantu bonile nokuthi umphumela wesono ngokufa. Abantu abonile ngeke baphile benobudlelwano obuhle noNkulunkulu. Kodwa njengalokhu uNkulunkulu amhlinzeka ngenqama uAbraham esikhundleni sendodana yakhe, ngokunjalo noNkulunkulu wathumela uJesu ukuze afe esikhundleni sesizukulwane sika-Adamu. Lokho wakwenzela ukuthi labo abakholwayo futhi babeke ithemba labo kuJesu bakwazi ukungena ebukhonini bukaNkulunkulu. Ngakho-ke, labo abalandela uJesu bazophunyula esijezisweni, bahlale noNkulunkulu kuze kube phakade. Kuthe lapho uJesu esevukile kwabafileyo wathi kubalandeli bakhe, abantu bayoshumayeza izizwe zonke egameni lami ukuthi uNkulunkulu uyazithethelela zonke izono zalabo abaphendukayo babuyele kuye. UJesu wabuye wathi uzothumela umoya ongcwele ukuze ahlale nabalandeli bakhe abafundise iqiniso abuye abaphe amandla okuphila ngokwentando kaNkulunkulu. Lapho owesifazane owonakeleyo ephenduke landela uJesu eba yinkosi yakhe, uJesu wathi kuye, izono zakho sezithethelelwe, ukukholwa kwakho kukusindisile. Njengalowesifazane owayonakele, noma ngubani angasindiswa ngomusa kaNkulunkulu uma nje ekholwa kuJesu. UJesu uMesiya umema abantu ukuba bamlandele. Laba bazinqumela ukuba ngabalandeli bakhe bangaqala ubudlelwane babo naye ngokusho lamazwi ukukhombisa phela ukukholwa kwabo. Nkulunkulu Baba, wena ulungile. Ngiyabonga ukuthi uyangithanda. Ngiyadabuka ukuthi ngiyidelelile imiyalo yakho ngona kuwe. Ngiyabonga ukuthi wasithumelela uJesu ukuze sifele esiphambanweni nokuthi wavuka kwabafileyo. Ngiyabonga ukuthi wathwala isijeziso ngezono ezenziwa yimina. Ngifuna ukwenza intando yakho futhi ngiyamamukela uJesu abe ngumsindisi nenkosi yami. Ngiyabonga ukuthi usungithethelela izono zami, wangivulela indlela yokuza kuwe ukuze ngihlale nawe ngonaphakade embusweni wakho. Ngiyacela ukuba ungiphe umoya ongcwele ahlale nami ukuze angifundise intando yakho. Sengathi angangiphi amandla okukuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiphile impilo ekuthokozisayo. Sengathi abantu bangakudumisa ezindaweni zonke kulo mhlaba. Amen. UJesu wathi ngabalandeli bakhe, izimvu zami ziyalizwa izwi lami, ngiyazazi zona ziyangilandela. Abalandeli bakaJesu bahlangana ndawonye bakhuluma ngaye nsuku zonke. Bafunda amazwi akhe emibhalweni, bafuna ukuhamba ezinyathelweni zakhe futhi batshele abanye ngaye. UJesu uyabahola baqinise ngamandla kamoya kaNkulunkulu ohlala ezinhlizweni zabo. Enhlizweni yabo bahlala bekulondile lokho uJesu akusho kubo ngaphambi kokuba enyuke ngefu eye esihlalweni sakhe sobukhosi ezulwini. UNkulunkulu unginike onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Qinisekani ngalokhu, mina nginani njalo kuze kube sekupheleni komhlaba.